رح نحكي عن جمعية سكون، جمعية بتعنى بالمدمنين على المخدرات، عن كل البرامج الجديدة، عن التطورات يلي صارت والتقدم والمساعدة يلي قاموا فيها من سنة 2003 لليوم، مع تاتيانا سليمان. أهلا وسهلا فيك، مسؤولة عن برامج الإنماء والتمويل بجمعية سكون، وإلين أبي عاصي منسقة الإعلام والتواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا فيكم، برنامج جديد محضرينه، بس بدنا نرجع نذكر شوي بالجمعية يلي بلشت سنة 2003. شو كان هيك، كيف كان التطور أو كيف كان هالطريق يلي مشيتوا فيه؟ نحن سكون تأسست مثل ما قلتي بال 2003، بالأساس هي تأسست لتعالج مشكلة الإدمان بلبنان. يعني بوقت كنا عم نشوف إنه في كتير حاجة، في كتير أشخاص عندهم مشاكل مع المخدرات ومع مشاكل إدمان. تأسست سكون لتأمن علاج بيسموه علاج خارجي أوت بيشنت، يلي هو إنه الأشخاص بيجوا بيتلقوا علاج بسكون بس ما بيناموا عنا، ما بيضلوا بالسنتر، سو بيجوا بيتلقوا علاج مع البسيكياتر، مع المعالجة النفسية، مع الكونسلر، مع طبيب الصحة العامة، بيعملوا سيشنز تبعهم وبيقدروا يكملوا حياتهم. يعني هي للأشخاص يلي في عندهم مشكلة مع المخدرات بس بذات الوقت فيهم يكونوا بعدهم بالجامعة، عندهم شغل، عندهم عيال، دونك في عندهم حياة، يعني أسهل لهم الدمج أو ما بيتوقف 100%. الدمج ما بيتوقف الاجتماعي لحتى يرجعوا بعدين يصير في عليهم، لأنه بعدنا للأسف نشوف هيك وصمة عار عليهم، ما بيرجعوا بيتقبلون ولا بالأشغال ولا بيرجعوا بيتقبلون بحياتهم العائلية أو الاجتماعية، يعني للأسف. فهون يمكن تمرق هالمرحلة بشكل ألطف 100%. خلينا نقول هو البروجرام بينشغل بطريقة إنه الشخص يعني تعطيه الانسترومنت اذا بدك اللي عايزها لحتى يقدر يكمل حياته بعيد عن هالمشكله يلي اجا كرمالها، يلي هي تختص بسبستنس معينه او فيها تكون مشكله كحول. ما ضروري وقت اللي بنحكي مخدرات دائما بنفكر انه مخدرات ليجل، فيه يكون كحول، فيه يكون ديكوتين، فيه يكون اي نوع ادمان، فيه يكون حتى بيهيفير الادمان مثل يلي عنده ادمان على القمار، على اللعب، على any type على of addiction. هلا الديجيتال الامور الرقميه اكيد سو اني تايب اوف ادكشن نحن بنشتغل عليها. اكيد اكثريه الاشخاص اللي بيجوا لعنا بيجوا بخصوص مخدرات، دونك الليجل سبستنسز مثل الهيروين، مثل الكوكايين، مثل الكانابيس. نعم، بس هون السؤال هو لانه العلاج لايت، خلينا نقول لازم لا منه لايت، هو هيدا السؤال، هو خارجي بس منه لايت، يعني أبداً. عم نحكي عن الانسان المدمن اللي بيكون حتى هافي، يعني بيكون بمكان متقدم او absolutely. بس للي بعضهم هيك سوفت نو ابسولوتلي. العلاج الاوت بيشنت هو علاج معتمد ومعترف فيه بالعالم مثل العلاج الان بيشنت. اليوم حسب كلكا في اشخاص بيتلائم معهم هذا النوع العلاج اكثر من غيره، مثل بحيالله غير ميثودولوجي بالطب. يعني مش كل شيء بيمشي على كل العالم، في عالم بحاجه انها تفوت تقعد فتره بان بيشنت، في عالم لا، بس هيدا ما بيتعارض مع قد ايه صار لهم عم يستخدموا مخدرات او شو السبستنس اللي عم يستخدموها. العلاج الاوت بيشنت بيمشي لكل الاشخاص. بفتكر اصلا يمكن مش كثير في فروقات كعلاج انه بين انه حدا بيتعطى شوي او حدا بيتعطى اكثر، او يعني بفتكر تقريبا في ستاندردز معينين، ما هيك؟ يعني كل كا بده ينشغل حسب الكا تبعه، يعني في كمان هو الشخص شو البروبلماتيك بالاساس يلي يعني عنده اياها، شو المشاكل اللي عم بيقطع فيها، شو السيتياسيون اللي حواليه، سيتياسيون عائلته، سيتياسيون المجتمع، دونك كل هذا الشيء بيأثر. مشان هيك كل حاله بده، يعني اول شيء بده ينعمل تقييم لها لحالها، ما في ولا حاله مثل الثانيه. والعلاج يعني بده يتأقلم الشخص، بده يتأقلم الثيرابيست للشخص اللي عم يقدر يأمن له العلاج حسب هالحالة تبعه، حسب شو فيه بمجتمعه وبعائلته، في عنده سبور عائلة ولا لا، يعني كله هيدا بيأثر. رح نحكي أكيد شوي هيك بشكل سريع، نعمل ريفيو على طرق العلاج والحالات اللي عم بتكون، بس خلينا نحكي شوي عن البرامج، لأنه هالبرامج هي بدها تتلايم يمكن مع كل الموجودين، وبدها كمان تتلايم معكم أنتم لحتى تقدروا تكملوا وتستمروا ويكون في عندكم أصدقاء، منشان هيك سميتوا هالبروغرام هلا هالمشروع هيدا Friends of School. لكن نحن جبنا فيديو البروموشنال فيديو تبعنا، فينا نفرجها بعدين. جينا لهون تنوصل خبر عن فريندز سكون، اصدقاء سكون. هو برنامج جديد عن سكون، عباره عن تبرعات شهريه بتصير اونلاين باماونتس كثير صغار بالشهر. نحن بيوصلنا سبورت من كوربريت دونرز، انديفيدوال دونرز او انترناشونال ايجنسيز. هلا عم نسأل المجتمع يساعدنا تنقدر يكونوا الكل انفولفد او الكل عم بيساعدوا، كل واحد على قده. عم نسأل الكوميونيتي
تقدر تساعدنا تنعدل الكوميونتي نقدر نساعد أكبر عدد من الناس. فرانسيس كون هو إنه برنامج كتير هين تتبرعوا فيه، بتفوتوا على الويب سايت تبعنا skoon.org/donate، فيكم تنقوا البرنامج اللي بدكم تساعدوا، فيكم تقروا تساعدوا تدعموا سكون ككل، أو فيكم شخص إنه إذا بدكم تساعدوا مركزنا وبدكم تساعدوا بدكم تدعموا الـ prevention work أو الـ drug policy work. واهم شيء بيصير شهري، بتعملوا شهري ما في دونيشن. خلينا نشوف البرومو، بفتكر بتعطينا تفاصيل شوي اكثر من رجعنا على الموضوع سوا. هاي جميعا، انا وسام صليبا وعم ساعد سكون نوصل خبر برنامج فريندز اوف سكون لاكبر عدد من الناس بمجتمعنا. البرنامج هو عباره عن تبرعات شهريه صغيره بتصير اونلاين بس بتعمل فرق كثير كبير. سكون مركز لبناني لمعالجه الادمان، ان جي او بضم ناس كثير مثل كريستين وبيساعد ناس من كل الأعمار ليستعيدوا حياتهم. سكون بترتكز على المجتمع وبتعتمد على دعمه والتزامه، ومثل ما نكون شايفين أكثر من 60% من السند بيجي من قلب لبنان. لأنه عم نجرب نساعد أكبر عدد من الناس، عم نقدم طريقة للكل يشترك فيها بشكل مباشر وأونلاين. المجتمع يعني أنتو. بتبرعات شهرية فيها تكون 10 أو حتى 5 دولار فيكم تغيروا حياة وبتصيروا friends of سكون. فإذن فوتوا على ويب سايت سكون، كبسوا دونيت لتتبرعوا، نقوا البرنامج اللي بدكم تدعموا، حطوا المبلغ، ما تنسوا تحطوا شهري. خلونا نضلنا عم ندعم بعض تنبني مجتمع سليم. ما في مبلغ صغير، كل تبرع بيعمل فرق. إلين قدي كمان مهم هون الالتزام، يعني هون مش بس هون عن كمية المصاري اللي عم بيقدروا يعطوها الناس، ولكن عن نوع من الالتزام. ليه مهم هالموضوع بالنسبة لكم؟ تيصير عندكم friends of school، يعني هي بس قصة مادية أو ممكن تكون كمان شوي هيك معنوية؟ يعني نحن حبينا بطريقة friends of school. نحن دايما بنعرف إنه العالم إذا بتحس حالة إذا ما عندها amount كبير تعطيه بفضلوا انه ما يعطوا بالمره او انه ما يشاركوا بالمره، بيقولوا انه شو رح ياثر اذا عندي بس هال10 دولار او هال20 دولار بدي اعطيها، شو رح تاثر. بس هي اليوم لما انا عم بعطي 10 دولار كل شهر وانت عم تعطي 10 دولار كل شهر والين عم تعطي، في كيومولاتيف افكت عم بيصير يلي نحن هيدا مهم لنا، لانه بيامن دعم سستينبل على وقت طويل وعلى مدى طويل. بنضل عم نقدر ككوميونتي، يعني كوميونتي عم تدعمنا ونحن عم ندعم الكوميونتي تبعنا، لانه شغل سكون عم بياثر مش بس على حياه مدمن، عم بياثر على حياه العائله، عم بياثر على حياه التينيجرز اللي عم نروح لعندهم على المدارس نعمل لهم برامج وقايه وادوكيشن، عم بياثر على حياه حيالله شخص عم بيظهر ملكي يسهر او يروح على فيستيفال او يروح على باب او يروح على كلوب بلبنان، نقدم له التوعيه اللازمه والحمايه اللازمه ليضل قادر يعمل هيدا الشيء ب environnement positif. قد عم بكلف تقريبا علاج شخص عندكم؟ بالسنة بتكلف 1200 دولار. 1200 دولار لشخص واحد، وقد ايه مدة علاجه لازم تكون سنة بكاملة؟ هذا إذا 1 year program، يعني okay. It's an average of 1 year program. بس ما في أقل، يعني اليوم أي مدمن out patient عم بيكون بحاجة تقريبا لهالوقت بحدود التسعة أشهر، يعني بدنا بحدود التسعة أشهر مينيموم لنقدر نكون تأكدنا إنه تخطينا المشكلة اللي هو جاي يطلب علاج كرمالها. لكن خلينا نحكي شوي عن برامج اللي بتقوموا فيها إن كان تأهيل أو توعية أو غيرها لو سمحت. دونك نحن سكون مركز بالأساس علاج، دونك عنا تقريبا بحدود أكثر من 500 شخص بيقطعوا ببروجرام العلاج تبعنا، وفي عنا كمان ديبارتمنت صغير بيشتغلوا، بنشتغل كثير على الوقايه والتوعيه بالمدارس بالجامعات بالكوميونيتيز، حتى بنروح على محلات يلي اليونج بيبل يعني الاشخاص التينيجر عم بيكونوا فيها، ان كان سهرات ان كان كونسرتس ان كان فيستيفلز، بنقدم لهم انفورميشن صحيحه عن ديفرنت انواع مخدرات، شو تاثيرها، شو المخاطر تبعها. زيت شيء كمان في عنا عن الكحول وعن الدخان دائما انا دائما بسالك مخدرات الكحول از بارت، يعني نحن اليوم في عنا براسنا انه مخدرات يعني كل شيء علما انه الكحول بيقدر يضر، الكحول كمان هي ماده مخدره وفيها تكون كثير خطره. صحيح. خاصه انه الكل عنده اكسي عليها. نعم. الكل بيقدر يحصل عليها، ما في كثير رقابه على اعمار مين عم بيشرب الكحول. هو للاسف بلبنان الكل بيقدر يحصل على كل شيء يا تاتيانا، هيدي المشكله الكبيره بفتكر. مشان هيك يعني من هون بعد اهم انه يكون في دائما توعيه ودائما عم تعطي انفورماسيون مضبوطه للشباب شو في حواليهم كيف لازم يتصرفوا شو المخاطر. في عنا كمان ديبارتمنت بيشتغل على السياسات المتعلقه بالمخدرات،
يعني نحن اليوم الشخص إذا بينلقط لأنه كان عم يدخن سيجارة حشيش أو لأنه أصحابه كان معهم شيء، نحن up until مش من كتير زمان الشخص كان عم بيقضي وقت طويل بالحبس، عم بيتبهدل بالمخافر. اليوم سكون عم بتجرب تشتغل مع وزارة الصحة، عم تشتغل مع وزارة العدل، عم تشتغل مع وزارة الداخلية إنه موضوع المخدرات من أساسه يتعامل على أساس موضوع صحة مش موضوع جرام. مشكلة صحية مشكلة نفسية، في لهم حق بالعلاج، في لهم حق بمتابعة قانونية مختصة، في لهم حق بأنه يكون في عندهم انفورماسيون بالمدارس وبالجامعات لحتى ما يوصلوا لهالمحل. وسكون عم تشتغل كتير على هذا الموضوع، صار في عنا تقدمات كبيرة، صار في شيء اسمه لجنة إدمان بوزارة العدل يعني بتوفر أنه هالشخص يقدر جداً يروح على العلاج بس يتوقف كرمال حيلا قضية بتتعلق باستخدام المخدرات. في بعد عنا كتير شغل بس we're on the right track مثل ما بيقولوا، واهم شيء انه عم بيقدروا يتواصلوا معكم الجميع عبر وسائل التواصل الاجتماعي سكون. ولا خلينا نرجع نذكر friends of سكون بس لو سمحت الويب سايت او وين بيقدروا لازم يفوت على skoon.org/donate وبيقرروا الاماونت اللي بدهم يعطوا بكل شهر وبينقوا اذا بدهم يدعموا سكون ككل او اذا بدهم يدعموا البريفنشن ورك الدراج بوليسي ورك، وعلى قد ايه مده كمان بيختاروا هن المده. فيهم يقرروا امتى بدهم يوقفوا. اوكي بدي لكم يعطيكم العافيه وان شاء الله ما منعوز بقى هيك توعيه او هيك علاجات. اهلا وسهلا فيكم تاتيانا سليمان والي إلين ابي عاصي من جمعيه سكون. رح ناخذ بريك صغير. Thank you so much. Thanks.